ما تعريف الضغوط تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يمر الإنسان في حياته بالكثير من الضغوط والأزمات والشدائد والمشقات التي من شأنها أن تؤثر سلبا في حياته نفسيا وفسيولوجيا، إذ لم يتهيأ ويتعلم الطرق والأساليب لتقبلها والتعامل البناء معها. كما تظهر أهمية التسليم والقناعة بأنه ليس هناك مناص ومفر من مرور الإنسان في مثل هذه الأزمات، وإنه من غير الممكن منعها جميعها من الحصول. أما استجابة الأفراد لهذه الضغوط فإنها متفاوتة بحسب اختلاف مجالاتهم واتجاهاتهم. فبعض الأفراد قد يصاب بالحزن والتوتر عند التفكير بالقرارات المصيرية كالزواج والعمل وضغوطه المستمرة. وبعض الأشخاص يؤمن بأن تعرض الإنسان للضغوط من فترة إلى أخرى يجعله أكثر قدرة وكفاءة على القيام بالمهام وإنجازها، وأكثر جرأة على خوض التحديات والنجاح فيها. لذلك نعرف الضغط النفسي بأن هناك لدينا مجموعة تعريفات للضغط النفسي. تفضلي. تعريف منها بأنه استجابة الجسم غير النوعية لأي مطالب دفاعية أو الطريقة اللا إرادية التي يستجيب بها الجسم باستعداداته العقلية والبدنية لأي حدث يتعرض له، ويعبر عن مشاعر الخوف أو التهديد كإجراء عملية جراحية أو مواجهة مثل هذه الأوبئة. صحيح. وفي تعريف آخر يعرف الضغط النفسي بأنه فقدان الإنسان الطبيعي للتوازن النفسي والبدني المعهود للأفراد. نعم. بحيث هذا التغيير يفقد الإنسان القدرة على التعامل في ظل الظروف الطبيعية للحياة، ويفقد كذلك القدرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة الطبيعية. ويعرف عالمين نفسيين كوكس ومكاي الضغط النفسي بأنه عبارة عن ظاهرة تنشأ لدى الشخص عند البدء بمقارنته للمتطلبات التي تطلب منه وقدرته على مواجهة تلك المتطلبات. نعم. أو عندما تحدث اختلالات أو عدم توازن في الآليات الدفاعية الهامة الموجودة لديه. صحيح. هذا بشكل مختصر لتعريف الضغط النفسي. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.